توجيهات عاجلة بطرح رؤية تطوير الثانوية العامة للحوار المجتمعي من خلال آلية الحوار الوطني. واصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مناقشة المقترحات الخاصة بتطوير مرحلة الثانوية العامة، وذلك في اجتماع حضره كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور رمضان محمد مساعد وزير التربية والتعليم للتقييم ونظم الامتحانات، وعدد من مسؤولي الوزارتين. وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة استجابت لعدد من التوصيات التي طرحها الحوار الوطني بشأن تطوير المرحلة الثانوية، موجها بأن يتم طرح هذه الرؤية الخاصة بتطوير الثانوية العامة التي أعدتها الحكومة للحوار المجتمعي من خلال آلية الحوار الوطني، بما يسهم في إثراء المناقشات بهذا الشأن.